هنعمل النهارده منظم الاقلام الصغنون ده، بيشيل اقلام كتير وشكله كيوت وحلو، شكله مختلف وجديد وطريقته سهله جدا. اول حاجه هنحتاج كرتونه مقاسها 8 في 20. انا مستخدمه كراتين عاديه، يعني مش بشتريها ولا حاجه. حطيت المسطره من فوق كده واخدت علامه عند 4 سنتي، وبعدين حطيتها بالطول كده واخدت علامه عند 7 سنتي، وعملت كده كمان الناحيه التانيه. بعدين وصلت العلامات اللي عملتها في الجنب كده بالعلامة اللي في النص من فوق علشان اعمل شكل المثلث ده. على فكرة انا مستخدمة في الخطوة دي كرتونة سمكها كبير شوية، يعني دي كانت عرضها 0.5 سنتي. فلو الكرتون عندكم رفيع ممكن تحطوا كرتونتين فوق بعض. هقص بالقطر كده من عند الخطوط اللي انا اخدتها دي، بعدين غطيت الكرتونة كلها بالغرة. ممكن تستخدموا الصمغ او الدبل فيس، بس لو هتستخدموا غرة ما تحطوش غرة كتير علشان الغرة الكتير بيبوظ الورق. بعدين غلفت الكرتونة بالورقة دي، الورقة دي مطبوعة طباعة ليزر، وهتلاقوا الديزاين ده او اي ديزاين تاني انا هستخدمه في الفيديو موجود في صندوق الوصف لو حابين تزينوا بنفس الطريقة اللي انا هزين بيها. لكن طبعا ممكن تغلفوا الكرتون باي نوع ورق تحبوه، سواء ورق كانسون او ورق لوح. انا غطيت الكرتونة من الناحيتين كده بنفس طريقة، والجنب بتاع الكرتونة حطيت عليه غرة. وزي ما قلتلكم انا سمك الكرتونة عندي كانت 0.5 سنتي بالظبط، فقصيت ورقة على قدها وبعدين غلفتها كده هي كمان. وعادي لو الورقة ما كفتنيش ان انا اغلف المساحة كلها، بوصل كده بجزء تاني وما بيبانش ولا حاجة. ده كده شكلها بعد ما غلفتها من كل الجهات. قصيت كرتونة كمان مقاسها 13 في 22، وغطيتها كلها بالغرة كده، والأحسن تستخدموا دبل فيس وهقولكم ليه دلوقتي. والكرتونة دي خفيفة جدا علشان أقدر أتنيها، يعني اختاروا كرتونة تكون خفيفة كده أو استخدموا ورق الكانسون هيبقى نفس السمك تقريبا. بعدين غلفتها بالورقة دي مقاسها 8 في 22، والورقة دي كمان مقاسها 5 في 22، وفصلت الأشكال المطبوعة دي بورق سادة كده، ورق لوح يعني مقاسه 1.5 في 22، وغلفت الناحية التانية كمان. بعدين حطيت المسطرة واخدت علامات عند 1 سنتي و7 سنتي وكمان 15، واخر حاجة 21 سنتي، واخدت نفس العلامات في الناحية اللي قصادها على طول، ووصلت العلامات دي ببعض عن طريق المبرد والمسطرة. او استخدموا اي حاجة حادة شوية، ممكن تستخدموا سن المقص، لكن ما تضغطوش جامد قوي علشان الكرتون ما يتقطعش. بعدين تنيت الكرتون من عند الاجزاء اللي انا كنت واخدة فيها علامات، وهو ده الجزء اللي انا ما حبيتش فيه استخدام الغرة، وكنت عاوزة استخدم دبل فيس لان الغرة خلى الكرتونة ناشفة جدا وكان تانيها صعب بالنسبة لي. فلو كنت مستخدمة في التغليف دبل فيس كان هيبقى التاني اسهل من كده، لان الدبل فيس مش بينشف الكرتون ولا الورق، فكانت الكرتونة هتفضل مرنة معايا. ده كده شكلها بعد ما تنيتها. الجزء الكبير اللي في النص ده هحط عليه المسطرة، وهاخد علامة عند كل 1 سنتي، يعني علامة عند 1 و2 و3 و4 لحد ما اخلص الجزء ده. وبعدين هقص من عند العلامات اللي اخدتها دي 7 في 8 كده علشان اعمل الشكل ده، وممكن تستغنوا عن الخطوة دي عادي. كده الجزء ده بقى جاهز. جبت بقى اول كرتونة غلفناها، ودي كرتونة مقاسها 8 في 5.5، غلفتها من الناحيتين كده، ومش مهم نغلف الحرف ده. حطيت عليها شمع وثبتها في الجزء ده كده، حطيت عليها شمع تاني وثبتت عليها الكرتونة الخفيفة، وقلبتها. ومن عند الجنب ده كده حطيت شمع على الكرتونة الصغيرة، وحطيت شمع كمان في الجنب كده، ولزقت الكرتونة عليهم، وقفلت الناحية التانية كمان بنفس الطريقة. بعدين قفلت ال1 سنتي اللي انا كنت سايباه زيادة ده كده في الكرتونة من ورا، وممكن تقصوه لو مش عاوزين تعملوا كده، بس زي ما قلتلكوا لو مستخدمين الدبل فيس هيبقى التعامل سهل. حطيت شمع من فوق كده ولزقت عليه فوم اسود جليتر، ممكن تستخدمه السادة. الجزء ده بس كده علشان يبقى عامل زي سن القلم. قلبته وقصيت الزيادة من الناحية التانية، وكده بقى جاهز. دي بقى خطوات إضافية كده ممكن ما تعملوهاش لو مش حابين. ممكن تطبعوا الورقة كده مكتوب عليها اسم الطفل وتلزقوها هنا، هيبقى شكلها حلو جدا.
وبس كده خلص. شكله رقيق جدا وتحفة، مليان ألوان ومبهج، وممكن تستخدمه في أي نوع ورقة زي ما قلتلكو، وهيطلع شكله حلو برضو. وبرغم إن شكله صغير لكن بيشيل أقلام كتير وعملي. هنا كنت بوريكم ممكن يشيل أقلام قد إيه، برغم إن الأقلام بتاعتي كلها متزينة وحجمها كبير، يعني ممكن لو بتحطوا أقلام عادية مش متزينة كده كلها هيشيل أقلام أكتر من كده، ولما بنحط فيه أقلام قليلة شوية كده بيبان شكله، بيبان ديزاين بتاعه. وطبعا ما تنسوش إن كل الأقلام اللي انتوا شايفينها دي موجود فيديوهات ليها على قناتي، فلو لسه ما زينتوش الأقلام بتاعتكم ادخلوا شوفوا دلوقتي الأقلام دي. وبس كده، يا رب يكون اختراع النهاردة عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملولي لايك وشير، ولو انتوا أول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملولي سبسكرايب لقناتي على اليوتيوب.